طيب راح يكون معنا اصغر متحدثه في تيدكس تطمح لان تكون اعلاميه ناجحه ذات اثر ايجابي على المجتمع غيرت نفسها لتغير من حولها تحيي أه، تحي ذاتها لتكون حياه لغيرها رحبوا معي بنصرة عبد العال أنشأ يوما بأن أكون إنسانة عادية، لذلك أنا هنا. فأنا وأنتم جميعاً خلقنا خلفاء لهذه الأرض، وولاة عليها. لذلك كان الأصل في خلافتنا لهذه الأرض أن نعمر فيها. والأصل في التعمير أن نعمر في دواخلنا أولاً. فالتفكير الذي ميزنا الله به سبحانه وتعالى عما سوانا، لكي نوظف افكارنا والعقل الذي فضلنا به عن غيرنا من المخلوقات حتى نحول هذه الافكار الى واقع. الكل منا، الكل منا ايها الحضور خليفه بذاته الى ان البعض يبقى ساكنا والاخر يتغير من حاله السكون الى كن فيكون. وللأسف يخال الكثير من الناس بأن هذه الخلافة تقتصر على الرجل فقط دون المرأة وأن المرأة في دين العادات والتقاليد معاذ الله هي مجرد تابع للرجل ملبي لاحتياجاته بالرغم من أننا جميعا نعلم بأنها مكلفة أيضا مثلما كلف الرجل على أن تعمر وتغير أليس صحيحا فالمرأة أيضاً في حين توظيفها لأفكارها وتحويلها إياها إلى واقع تكون بذلك قد باشرت في حقيقة عملها بالفعل تكون انذاك قد حققت طريقها في هذه في هذه الغايه في غايه الخلافه، ايضا تخطو بذلك اولى خطواتها في طريق التميز، محققه بذلك العديد والعديد والعديد من القيم والمبادئ الايجابيه التي يرتكز عليها مبدا الخلافه كالامل والعمل والانجاز والطموح والعزيمه والاراده والنجاح. فماذا لو احتضنت هذه المراه ستكبر حتما فكرتي اليوم باسم البيضاء ويحدث ان يتساءل الكثير من الحضور لم اخترت اسم البيضاء قبل ان يسال ما هي البيضاء اصلا اسم البيضاء اشتق من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فكان وصف البيضاء وصف لهذه الشريعه الاسلاميه شريعه لا تفصل الايمان عن العمل لذلك اخترت البيضاء فالبيضاء هي مؤسسه تطوعيه نسائيه تهدف الى التنميه الذاتيه والتغيير الايجابي من خلال التاثير بالمفاهيم الايجابيه واطلاقها بشكل ملحوظ وموسع في المجتمع لاجل بناء شخصيات ايجابيه قياديه مؤثره في المجتمع وايضا القيام بعمليه النهضه الفكريه ليصبح تاثير هذه الشخصيات ايجابيا عليها ثم على من حولها ثم على, من على مجتمعها الى ان تنهض الامه باكملها ويحدث أيضا أن يتساءل الكثير منكم لما البيضاء ما الذي يميز هذه المؤسسة عن سواها؟ يوجد العديد من المؤسسات التطوعية النسائية سأخبركم بذلك لأن البيضاء تعمل كما ذكرت لاحقا سابقا عفوا تعمل على تكوين شخصيات ايجابيه قياديه مؤثره في المجتمع بشرط ان تكون هذه الشخصيات فعاله بشكل فكري وعملي في المجتمع منطلقه بهويه راسخه ثابته واقصد بالهويه المبادئ والقيم الايجابيه التي تزرعها هذه المؤسسه في هذه الشخصيات، تفاديا لاهم سببين في تراجع هذه الامه. اولا عدم فعاليه الفرد في المجتمع، ثانيا الانطلاق بهويه ضائعه. وكل ذلك وكل ذلك يحدث من خلال التغيير. ف فالمجتمع مطلقا لن يتغير ان لم يكن هنالك تغيير ذاتي، سواء كان ذلك قناعات وافكار، مهارات، اهتمامات، علاقات اجتماعيه او حتى قدوات، لكي لكي يحدث التغيير. فكيف تعمل هذه المؤسسة؟ بنيت فكره مؤسسة البيضاء على اطلاق المفاهيم الايجابيه بشكل دوري لاجل خدمة المجتمع باستغلال العديد والعديد من الوسائل المختلفة كالدورات كالدورات التدريبيه، رسائل الجوال، استشارات، مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى استضافه العديد والعديد من الشخصيات ذات الخبره في المفهوم الايجابي الذي اطلق الذي اطلقناه والاولى من ذلك كله هو أن يتم هنالك التطبيق العملي بعد الدراسة النظرية. التطبيق العملي سيكون باستقبال أكبر عدد من أفكار المشاركات التي من خلالها يطبق مفهوم البيضاء عمليا في المجتمع سواء كان ذلك في مجمعات، في مدارس، في جمعيات خيرية، وغير ذلك من الأماكن. فماذا بعد البيضاء؟ العقل الواعي يصبح بذرة. يسقيها الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المؤسسه بالمفاهيم والقيم الايجابيه حتى تنمو وتصبح شجره اصلها ثابت وفرعها في السماء. فالاستفاده الحقيقيه من هذه المؤسسه تكون في تكوين هذه الشخصيات الايجابيه شخصيات مثمره دوما دوما بالعطاء للذات والمجتمع. ختاما اعمل وعش لخدمه الاخرين حتى يصير العالم افضل قليلا من الصوره التي وجدته عليها حين ولدت السلام عليكم